أنا اسمي أسماء، شغالة بقالي تقريبا 7 سنين. خدت كورس في الأول وبعد كده بقيت أمرن إيدي، بعد كده فتحت مكان واشتغلت أونلاين، وبعد كده فتحت ده آخر مكان فتحته كمبيوتر ساينس. ما فيش أي علاقة، بس أنا مش يعني ما حبيتش إن أنا أشتغل في مجال دراستي قد ما حبيت إن أنا أشتغل في حاجات بقى فيها فن تكنيكال وكده. كنت بعرف ارسم في المانيكيرات العادية، بس لما خدت كورس بقى حسيت ان الموضوع بالجل مش اصعب حاجة زيه زي المانيكير العادي، فتعودت بقى مرة على مرة بقيت اطلع الرسمة بيرفكت عن المرة اللي قبلها وكده. هو اول حاجة نزلت مصر الاكريليك، الجل ما كانش معروف جدا في مصر، بقاله مثلا داخل في 10 سنين الاكريليك، بس الجل ابتدى يتعرف في مصر مثلا من 3 4 سنين كده ان هو ينتشر في مصر، بس هو كان موجود اوريدي وكانوا بيستخدموه بره اكتر من الاكريليك كمان، بس كتقنيه لسه معروفه بقالها مش كتير. بصي، هو ملوش اضرار، بس هو الفكره في ايه، احنا مثلا بنحط كذا كود على ضوافرنا، فلما بنيجي نشيله طبعا ضوافرنا ما بتبقاش زي يعني اكيد بتتاثر، او مثلا احنا شايلين كذا طبقه فطبيعي ان احنا هنلاقيها ارفع شويه، فاحنا طبعا لازم يبقى عندنا طريقه امنه للخروج من الجل. لو انا مثلا عايزه ابطل احط جل او الوان، او داخل عليا رمضان فعايزه تبقى ضوافري ناتشرال، بنحط حاجه اسمها تريتمنت وبنبتدي ان هو كل ما يتولد بنقصره، بس مره واحده نشيل كل الطبقات دي ونخليه للهواء طبعا لازم يتاثر ولازم يضعف. يعني مش ده السايد افكت بتاع الجل، هو ده طبيعي ان انت تبقي حاطه على ضوافرك كذا كود وتشيليها مره واحده اكيد هتلاقيها رقيقه، فلازم نخرج منه بطريقه امنه شويه، ان احنا نعمل تريتمنت وكل ما يطول نقصه، بعد كده بتبتدي ترجع ضوافرنا خلاص طبيعيه جدا وناتشرال ونقدر نتعامل بيها كاننا لسه ما عملناش اي حاجه. وبصراحة في ناس كتيرة قوي جابت فتاوي انه حلال، عشان الاكستنشن مثلا مش بتتحط في اول الضوافر من تحت، وان الجل بيهول ضوافر بدليل ان هي بتطوى، بس انا مش بحب ااكد المعلومة لان انا مش عايزة اشيل ذنب حد. يعني انا بقول لاي حد بيسألني السؤال ده بقول له لا، حضرتك ممكن تروح تسأل وتاخد القرار وترجع لي، انما انا بشتغل بس من غير ما افتي بقى ان هو حلال او حرام. بس في كذا حد سأل وعمل سيرش وكده وقال لي انا طلعت فتوى ان هو حلال، وفي حد تاني قال لي لا انا طلعت فتوى ان هو حرام، فانا بصراحه مش متاكده من المعلومه دي فما اقدرش افتي. اسعار الماتيريال نفسها عاليه جدا، وخصوصا لما الاستيراد بقى يعني صعب نزوله، فالماتيريال زادت مش الدبل ترابل كمان، فالموضوع بقى صعب جدا، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر طول ما عندنا ستوك ماتيريال ما نغليش على الكلاينتس خالص. بالعكس، ده انا بعمل ساعات كمان كل اسبوع اوفرز ممكن يوصل ل 50%. لو الجل بوليش بيبدا مثلا 250، الاكريليك نفس سعر سات الاكستنشن اللي هي 650، هي مثلا كل مره بتيجي تعمل ريفيل بتدفع 250 جنيه باللون بكل حاجه بالديزاينز شامل كل حاجه، لكن اول مره بس هي اللي بتبقى 650، ودي بتعملها كل 3 شهور مش كل مره. ممكن لاشز، ممكن لاش ليفتنج وبرو ليفتنج كمان، وفي راستا ساعات بندخلها، بيبقى مثلا يوم في الاسبوع كده بنجيب بنوته بتعمل راستا شكلها حلو جدا، وفي مايكرو بليدنج برده، كل ده موجود معايا بس باي اوردر. جوزي الصراحة بيشجعني جدا وسبورت جدا ليا، وبيحاول ان هو يشجعني دايما، ولا كويس تمام. بطمنهم بس ان هو ما فيهوش اي ضرر على الضوافر خالص، اليو في مش بتعمل اي مشكلة،
ادام انت عايزه شكل ضوافرك يكون مرتب وحلو فتره طويله لو هتطلعي مثلا بيه الهانيمون او حاجه، هو كفكره مناسبه جدا ان انت تقعديه فتره لا بيقشر ولا بيتكسر ولا بقى بيتاثر بالميه ولا بشغل البيت. فهي فكره لطيفه جدا للعروسه بالذات، لان هي بتقعد فتره طويله جدا بتبقاش مثلا عايزه تروح الكوافير او تظبط ضوافرها او تهتم بيها. فهي فكره لطيفه جدا عشان ما بتقشرش وعشان ما بتتكسرش، وبتساعد كمان الضوافر، يعني حتى لو هتعملي على ضوافرك بتساعدها ان هي ما تتكسرش عشان بيكون في كتله تقيله على ضوافرك.